المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة البؤر المتعددة. بؤر أي معروفة مصدر الحالات إلى حد كبير جدا، وفرق التقصي تكون قادرة على التعامل. اليوم نحن نتأرجح كما قلت برأيي بين المرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي الرابعة اللي هي التفشي المجتمعي. لا شك في انتشار أكثر، عدد البؤر اليوم أكثر. هذه البؤر أصبحت تغطي منطقة أو مناطق جغرافية أكبر مما كانت في السابق. محافظة الكرك على سبيل المثال لم تشهد مثل هذه الأعداد إلا هذا الأسبوع. إذن هناك بعض البؤر يعني ما زالت معظم الحالات بالعدد يعني ربما يزيد عن 90-95% هي حالات أصبحت معروفة المصدر العدوى، لكن ما يعني ما يدعو للقلق هي وجود بؤر جديدة وبسرعة كبيرة. هذه البؤر يعني تكون بسرعة كبيرة، وفي بعض الأحيان لا نجد من أين تأتي هذه الإصابات إلى حد ما. نحن بحاجة يعني في هذه الأيام لمعلومات كافية وتحليل الوضع الوبائي بطريقة مفصلة وعلمية وتامة.